الحاضرين بكل المتابعين عشاق الأصالة في هذا المساء الجميل وفي هذه الانطلاقات الجميلة في رياضة الأصايل وانطلاقها في هذا المساء. انطلق الشوط الخامس، الشوط الخامس الذي يحمل كذلك لقايا أصحاب السمو الشيوخ المحليات الأصايل في شوط الإبكار الذي انطلق واندفعت في هذه الأسماء والشعارات لتجدد كذلك انطلاقات الخمسة كيلومترات في تحدي جميل عبر شاشة دبي ريسنج من المرموم من تحفة الميادين في دبي في هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. هذه على الشاشة نشاهد مشاهدينا الأعزاء ونتابع مقدمة الشوط ومسار هذه الأسماء التي تتنافس على الفوز وعلى الناموس. ونلحق في هذه اللحظات نباري ركب المقدمة، نعطي حضراتكم الوصف التفصيلي عن العشر المراكز الأولى في تبادل مراكزها. وهذه راقية مشاهدين الأعزاء، الراقية تنطلق على مقدمة الشوط، الراقية اللي اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمر الراقية أحمد بن سلطان بن رشيد، تندفع على مقدمة الشوط، تليها بالمركز الثاني بنت صوغان. دائما بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة ال 400 متر الأخيرة نصل فيها إلى خط النهاية وتصل بنت صوغان وتعلن عن ناموس هذا الشوط بهذا الشعار، بهذا الانطلاق، بهذا الشعار الأزرق، بهذه الإنجازات. تهانينا مشاهدينا الأعزاء لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد. أسعد الله مساك يا أبو مانع على هذه الانطلاقات وهذه التحديات. هذه بنت صوغان مشاهدينا الأعزاء تقرب من الوصول إلى خط النهاية وتعلن الفوز في هذا الشوط. تهانينا لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، تهانينا لخليفة بن سلطان بن رشيد بينما وصلت في المركز الثاني راقية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والمركز الثالث تدخلت نشاينية لسمو الشيخ عبد الله بن سعيد المعلى، والمركز الرابع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد اللي هي الطيارة، والمركز الخامس مياس لسمو الشيخ زايد بن المرة المكتوم. هكذا الخمس المراكز في حالة وصولها إلى خط النهاية، الخمسة الأخرى نترك ذلك للجنة خط النهاية لها متابعة حتى العاشر. أما نحن نعود إلى التوقيت الزمني مشاهدينا الأعزاء في هذا الشوط، وهذه بنت صوغان تقطع المسافة الخمسة كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 7 دقائق 51 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد، تهانينا لخليفة بن سلطان بن رشيد بينما وصل